الجزيري مخر الشاب، نشوفوك اليوم في أول عمل مصري اختيار إجباري. لو كان تحكينا في البداية على التجربة هذه. اختيار إجباري مسلسل من 60 حلقة، يعني كما كنت تقول هو أول تجربة لي أنا في مصر. توا عندي 4 شهور هوني، دونك عندنا أكثر من 3 شهور قاعدين نصوروا. الحمد لله سي باس تري بيان، دونك جو تري كونتون من الإكسبيريونس نتاعي هوني. يحكي هو على السوشيال ميديا، يعني كيفاش لي ريزو سوسيو والانترنت بدلت حياتنا شويه، يعني مش شويه، بدلت حياتنا برشا. معناها الناس كل اللي هو يسون كونكتي من بعيد وديكونكتي من قريب. معناها ساعات تلقى 4 من الناس قاعدين في الطاوله، كل واحد في تليفونه، كل واحد في عالمه كل. وفما دونجي اللي سا ريبريزونت، معناها لي ريزو سوسيو هذوما، خاطر كيما فما لي زافونتاج كيما فما لي انكونفينيون من نواحي كل، معناها على لي ادوليسون، على الكبار، على لا في كوبل، على برشا حاجات يعني. دونك فوالا. لو كان تحكينا كيفاش تم ترشيحك للعمل هذي؟ والله انا فيديو من عرش شنفت، انا قاعد في الدار، جاني تليفون من مصر، سيتي في رمضان وقتها، تليفون نمر مصري، كلمني المنتج نتاع روما للانتاج، قال لي راهو معناها عنا عمل في مصر اسمه اختيار اجباري وشفنا خدمتك. هما شافوا بوليس ظهر لي الكل وشافوا لي تشيك، بزهر شافوا خدمه، خاطر هما معناها قاعدين يزابي وكل، لقاو البوندانونس نتاع بوليس و ايزون كونتاكتي لي زاكتور اللي موجودين عندنا هنا في مصر، يعني ظافر وهند ودرا، خذوا المروية كلموني. دونك تو سامبلومون يمون بروبوزي على اختيار اجباري، بعثوا لي السيناريو 3 حلقات الاولين، وقت السيناريو مازال مش حاضر. عجبتني الفكره، عجبني السوجي، قلت بوركو با. دونك سافرت لمصر وجيت نخدم على روحي لهنا. العمل هذا باش تعرض في سباق رمضان ولا خارج السباق الرمضاني؟ خارج السباق نتاع رمضان، يعني هو عمل حتى بالنسبه لمصر تسمى حاجه جديده، يعني اللي هو مسلسل ب 60 حلقه واش تعرض في وسط العام، يعني اوف سيزون يسميوها هما. وكما ممكن ان شاء الله فما عمل اخر في رمضان ان شاء الله. في المسلسل فيه يعني يجمع بين النجوم، يعني كيفاش كان التعامل معك، كيفاش كان تعاملك معهم؟ كيما اي تعامل، حتى كيما لي زاكتور تونس بالعكس، سمح لهم يسون هكا تري جينيرو ومتفاهمين وكل، فهمت؟ يعني فماش حتى صعوبة في التعامل معهم، عباد كيفنا كيفهم، يعني نجوم ولا. وبالعكس أنا كي جيت هوني ما نعرفش، أنا ما تابعش برشا الدراما المصرية، معناها انفلونسي أكثر بالغرب، كيما احنا في تونس يمكن قبل كنا نتفرجوا أكثر في الدراما المصرية. أنا جيت نعرف فاروق الفيشاوي ورجل جداوي وعادل إمام، لا جينيراسيون جديدة كل اللي هما توا دي ستار ونجوم ما نعرفهمش. معناها أول مرة جيتوني سمعوا لي محمد رمضان اللي هو أكبر نجم عندهم، عمري ما سمعت به في حياتي. يعني تعاملت مع الناس، مع الممثلين النجوم ولا مش نجوم بنفس الطريقة، يعني ما فماش اختيار ولا فماش هذا تعطيه كارو أكثر من الآخر. اللي هي من الاول كنت خصايب اللي سي ان تخيك نيجاتيف، بالعكس معناها هما حبوا طريقه التعامل هذه وكانت حاجه ايجابيه معناها على الاخر بالنسبه لهم وبالنسبه لي. وكمخرج شاب، هل كان يعني من السهل تاقلمك في الساحه الفنيه المصريه؟ ما نجمش نقول تاقلمت ولا ما تاقلمتش، على خاطر مازال ما خرجش المسلسل. انا قاعد نخدم بالطريقه اللي انا نعرفها، بالاحساس اللي انا نحسه، من بعد وقت يخرج نشوف تاقلمت ولا لا. شنو تعني لك التجربه هذه؟ تعني لي اوفرتور، خاطر كاي ارتيست في الدنيا هذه ولا كاي مخرج ماذا بيه، يعني خدمته ديباس لي فرونتيير. معناها احنا مالوغوزمون في تونس اللهجه نتاعنا التونسيه اللي ميت بوكو، معناها لي فرونتيير، خاطر احنا مثلا نتفرجوا مصري، نتفرجوا لبناني، نتفرجوا سوري وكل، خاطر نفهمهم. هما عندهم صعوبه باش يفهموا اللغه التونسيه. دونك تجيك تجربه كمخرج باش تقدم عمل باللغه المصريه او باللغه اللبنانيه او بعد يعني بالفرنساوي ولا بالانجليزي، بالعكس يعني سي ان اونور اللي خدمتك اللي توش ارتستيك تاعك ديباس لي فرونتيير. بعد التجربة الدرامية هذه بشوفك في تجربة سينمائية إن شاء الله؟ إن شاء الله فما مشروع تجربة سينمائية
قاعدين نتناقشوا فيه وان شاء الله باش تعمل. اعطينا سكوب للمجازين افون بروميير. سكوب ما نجمش نعطي سكوب خاطر العمل مازال ماهوش معناها 100% باش يتعمل، لكن فما اقتراح نتاع عمل سينما اللي انا كتبته. ان شاء الله سي تو فا بيان في فيفرين نشتغل عليها.